هنا شارع المتنبي شيخ الوراقين. الزائرون اليوم الى معرض العراق الدولي للكتاب يعيدون تاريخ المكان العريق بالثقافه والادب. يدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشارع اليوم بافتتاح رسمي لمعرض الكتاب 2020 الذي يحمل اسم شاعر العراق الكبير مظفر النواب. العراق والعراقيين هم اول من رسم الخط وابدع بالكتاب والمكتبات. ومتاحف العالم تشهد على ان اجدادنا ساهموا بتاسيس الحضاره الانسانيه يشارك في المعرض اكثر من 300 دار نشر من 21 دوله عربيه واجنبيه وتضم اجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفيه والابداعيه والفنيه على مدار أحد عشر يوما يسمو فيها الحرف فوق كل اعتبار بغداد هي الورقة الأولى في كتاب النهضة والحضارة لا يدخلها اليوم سوى الفكر والوعي وتنوع المعارف وخبرات العراقيين من كافة فئات المجتمع نساء ورجال وأطفال وهنا مصابيح تنير ظلمة بغداد حين كسرت بعض أقلامها بفعل الكاتيوشا لكن في زيارة الكاظمي قراءة من نوع آخر يؤكد خلالها أن الثقافة هي أساس التغيير في كل مجتمع مرورا بالكتاب راعي الاصلاح الثقافي. يدعو رئيس الوزراء للقراءه تلك التي تنشر وعيا في كل مناحي الحياه سيما السياسيه التي يغرق العراق في صنيع منتجي التخريب المقصود منها. والقراءه ايضا فهم للغه عدو او صديق. يقام المعرض في خمس صالات كبيره ويخصص شارع المتنبي الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعه نوادر الكتب. اما بغداد يغطي وجهها غبار العنف والكتيوشه مرات ومرات لكن يمحو الكتاب اثار الفوضى لتعود كما كانت بيت الحكمه تحلق عن قائف سماء العواصم العربيه تروج لاسماء عراقيه بارزه في صناعه الادب العربي